نحن حاليا متواجدين بمهرجان الشام بيجمعنا وحاليا بقسم الاكشاك، واحد الاكشاك خلفي بيحمل عنوان بيت الدراويش والميه رجعت تحكي. رح نتعرف اكثر شو هي الفكره مع منظمين المتواجدين داخل الكشك، وروح سوا لنشوف هل قدرت فعلا الميه ترجع تحكي ومن وين اجت الفكره. مرحبا، يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا. يا هلا، عرفني عن نفسك. اسامه دربولي. هلا نحن شفنا العنوان العريض بيت الدراويش ورجعت الميه تحكي، تحكي لي اكثر عن هي الفكره. هلا هي الفكره اجت انه لما تضخمت العمله وصار عندنا كثير غلاء بالاسعار، نحن يعني طلعنا فكره جديده ضمن مهرجان شام تجمعنا لنثبت للناس انه عملتنا قصه الى قيمه، وال100 ليره فعلا ترجع انه قدرانه تحكي وقدران المواطن ياخذ اي شيء بيلزمه ب100 ليره بس. طيب بداية الفكرة حلوة وجديدة، كيف شفت تفاعل الناس مع الموضوع، خصوصا انه هون في كتير لكم يمكن اقسام منافسة، يمكن مو بنفس الفكرة انه مية بس في كتير اقسام منافسة هون. انا هون المواطن عم يلاقي انه هو عم ياخد كل شيء بده اياه من هذا المكان، واسعار كتير رمزية ورخيصة، وكتير في اقبال الحمد لله عم نلاقي، خاصة امبارح كتير كان الاقبال كتير كبير. هلا كل قطعة موجودة هون هي فعلا اذا حدا بده يشتريها هي بمية؟ هلا من برا هون لا اغلى، يعني احنا عم نحط انه ربح هامش بسيط بس ليقدر المواطن انه يعني ما يستغلي القطعة. بعد مشاركتكم بالمهرجان بتفكروا وتمشوا بهي الفكرة لبعدين تعملوا لكم شيء خاص يمكن خارج المهرجان وخارج الحديقة؟ هلا نحن عنا نشاط خارج انه مثل مركز توزيع، وعم نفكر هلا ضمن مهرجان معرض دمشق الدولي ممكن نشارك. خلينا نشوف شو موجود اكثر. يلا هلا عندك هون امشاط، في عندك للزي بكل انواعه، وفي عندك يعني مثلا هون عندك ثلاثة للزئب ب100 ليرة. انتوا قايلين كل شيء ممكن يلزم البيت ممكن يلاقوه، فيعني فينا نقول انه في عصرونية بيت وفي كمان شغلات ثانية. يعني كل شيء بيلزمه للمواطن، يعني أي شيء بين مشط بين محارم بين ألتيكو، بين هون عندك أقواس، عندك شكلات، عندك مناكير، عندك دبابيس، يعني أي شيء كاسات كله موجود يعني. يعني بتجي لهون أي شيء بيخطر على بالك يعني إنه ناقص بتلاقي. طيب رح نشوف كمان من المواطنين اللي عم يشتروا. مرحبا، يسعد مساك. مساكن. شو رأيك بالفكرة تبع الكشك انه المية رجعت تحكي؟ ايه والله الحمد لله رب العالمين، كتير حلو المعرض وبالفعل اسعار رخيصة هالسنة كتير، يعني رجعت انه مثل ما عم تقولي المية تحكي، يعني القطع اللي برا بتلاقيها اغلى من هيك بكتير هون بمية. يعني انا استغربت لما الانسة هون نادت لي وعم تقلي عن جد اسعار حلوة المعرض السنة، موفقين ان شاء الله. يعني شفتك عم تحاولي تشوفي شيء للاولاد، يمكن حتى بنتك لابسه شيء، هل من برا اشتريتيه بهيك سعر او لقيتي قبل بمره هيك؟ هون غير شكل الاسعار واقل بكثير، ان شاء الله ترجع سوريا احسن من قبل يا رب، ان شاء الله ويرجع. ان شاء الله يا رب. شكرا. اول شكرا حبيبتي، يعطيك العافيه. يعني مثل ما شايفين الفكره بتلفت نظر اي حدا بمر لهون انه الميه ترجع تحكي مره ثانيه، وهذا يمكن هدف صغير من الاهداف الكثيره اللي موجوده بمهرجان الشام بيجمعنا، واللي هو عم بيسلط الضوء على كثير فعاليات اقتصاديه اجتماعيه وثقافيه. هاي كانت رسالتنا لليوم. باي باي.